يا سلام عليك عاد انا اموت في السمان. سلامتك من الموت. هلا هلا والله خالتي، تصدقين دي معلمتني كيف اضبط التبوله. لا والله ما شاء الله ما شاء الله، الف مبروك. طيب بالاذن. اذنك معك. ممكن افهم وش اللي قاعد يصير، ترى السالفه زادت عن حدها. خالتي انا مضطره سايرها، ابغاها تصدقني، انت بس اصبري شوي. لا والله اذا حنا مو مصدقين وحنا شايفينك وش قاعده تسوين، شلون ديما بتصدق؟ ما عندها حل ثاني، انت بس ثقي فيني، انتوا كلكم بتنبهرون بعدين، بس اصبري اصبري. ليلى ترى هذه ديما، ها وانت تعرفينها زين، ديما تشك حتى في خيالها. قلت لك ثقي فيني، تعالي ضبط التبولة معي تعالي. أما شو السفرة عملت لك إياها؟ شي بيرفع الراس، يعني عزيمة فيك تقول ملوكية، ما خليت صنف يعتب عليها، من الملوخية للفريكة للبامية لورق العنب للفتوش للتبولة لشربة العدس، كل شي. يعطيك العافية ما قصرتي. أيوة ليش هيك يعني عم تقولها بلا نفس؟ حبيبي إذا حاسس إني مقصرة بالشي قلني، يعني بلحق ساوي عمل لك مندي؟ لا 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 اللي سويتيه كافي، بس يعني بس شو؟ أنا ماني مرتاح، حاسس إن في شي بيصير. لا حبيبي ما في داعي لهذا القلق، يعني أما إذا كنت خايف إنه أمك زدت لك كلمة هون ولا هون، فيعني لازم تتهيأ نفسياً، أمك وبتعرفها. إيه وخالد بعد عارفه. حبيبي خالد ما صدق انكم صالحتوه. هذه المشكله، سنين ممنوع عندك الاسم في هذا البيت، وفي لحظه انحل كل شيء. شوفي حد هالشخص هذا قاعد يطبخ لنا من الصباح الله خير عشان نستقبله. بدك تنسى اللي صار حبيبي، نحن اولاد اليوم. اذا نسينا حنا خالد ما راح ينسى. عفواً وش تسوين هنا؟ عادي جاية زور ولد خالي، شو المشكلة؟ ليش ما قلتي لي إنك جاية الشركة؟ بعدين ولد خالك ليش ما زرتيه في البيت مع عائلته مثلاً؟ ليش هنا في المكتب بروحه؟ ممكن توضح لي سبب انزعاجك هذا؟ ممكن نقول غيرة؟ أوه شكل القصص عندك تقلب جد. ليش أنت عبالك إني أطقطق؟ يوسف أنا صاحية من بدري ومارة تعبانة، ودي أروح للبيت، وغيرتك هذا اللي أتكلم فيها بعدين. يلا تفضلي.